الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من أعظم نعم الله عز وجل علينا نعمة القرآن الكريم، هي أجل نعمة بعد نعمة الإسلام. هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الذي يحوي كلام ربنا سبحانه وتعالى، ما أعظمه من كتاب، وما أحرانا أن نتبعه ونستمعه ونتدبر ما فيه. كيف لا وربنا سبحانه وتعالى يضع لنا في هذا الكتاب خارطة الطريق للنجاة في الدنيا والآخرة. في هذا الكتاب سعادتنا، في هذا الكتاب شفاؤنا من كل أمراضنا، سواء كانت هذه الأمراض أمراضا اجتماعية أو أمراضا سياسية أو أمراضا اقتصادية أو أمراضا عضوية. في كتاب الله عز وجل الحل لكل هذه المشاكل. يقول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وينذر الذين لا يؤمنون بالآخرة. الله سبحانه وتعالى ينذر هؤلاء ويقول لهم: وأنا أعتدنا للذين لا يؤمنون بالآخرة عذابا أليما. إذن المؤمن الذي يقرأ كتاب الله سوف ينال ما فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. من هم أصحابه؟ أصحابه الذين قرأوه، أصحابه الذين اتبعوه، أصحابه الذين عرفوا أوامره فنفذوها، وعرفوا نواهيه فاجتنبوها. الله سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا الكتاب الذي فيه نبأ ما كان من قبلنا، وخبر ما بعدنا كما ورد في الأثر. هذا الكتاب الفصل الذي ليس بالهزل، هذا الكتاب الذي من حكم به عدل، هذا الكتاب الذي من دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما أحرانا أن نتبع آياته، ما أحرانا أن نخشع عندما نقرأه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ كتاب الله ويصل إلى قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول عبد الله بن مسعود: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. وهذا عمر بن الخطاب يقرأ قول الله عز وجل في سورة الطور: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذا سيدنا عمر يقرأ هذه الآية فيخر مغشيا عليه، لأنه تدبرها تدبرا صحيحا وشعر بها كما يشعر بها الإنسان الذي يتدبر تدبرا فكريا وقلبيا، فوصل إلى المعنى واستشهد أو رأى نفسه في مشهد الآخرة أمام الله عز وجل في ذلك الموقف الرهيب، هذا الموقف الذي تشيب له الولدان. سيدنا عمر تخيل ذلك الموقف فخر مغشيا عليه، وكما يقول الراوي: فعاده الناس أياما. نعم، هكذا كانوا يتعاملون مع كتاب الله عز وجل، كانوا يتدبرونه، كانوا يفكرون فيه. عندما كان الواحد منهم يقرأ كتاب الله يعلم أن هذا الكلام موجه إليه،
وأنت أخي المسلم عندما تقرأ كلام الله لابد أن تستشعر أن هذا الكلام موجه لك حتى تنال ثمرة هذا الكلام. كتاب الله، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لعلكم تعقلون. فيه ذكركم يعني عزكم، رفعة شأنكم في هذا الكتاب. متى ما نحن قرأناه ومتى ما نحن تدبرناه عرفنا ما فيه من معاني، ما فيه من توجيهات، فانطلقنا لننفذ هذه التوجيهات، لننفذ هذه التعليمات من كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلا شك أننا سننال السعادة، وإذا تنكبنا والعياذ بالله سنكون في شقاء. الكل يلمس ما في البشرية اليوم من شقاء وبؤس وتعاسة. لماذا؟ يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا أعرضت البشرية عن كلام الله عز وجل فستعيش في تعاسة قطعا، لأنهم لم يطبقوا، لم يمشوا على خارطة الطريق التي وضعها لنا خالق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير، ولذلك نزل إن هذا القرآن بما فيه من قصص وما فيه من توجيهات وما فيه من تشريعات ليكون شفاء لنا، ليكون رحمة لنا، رحمة للبشرية. والله إن البشرية اليوم تعاني ما تعاني نتيجة تقصير المسلمين في توصيل رسالة ربنا إلى البشرية. والناس اليوم بحاجة شديدة جدا إلى كتاب الله، إلى الإسلام، إلى هذه المعاني الراقية التي جاءت في يوم من الأيام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، فصدقوها وعملوا بها فنالوا عز الدنيا وسعادة الآخرة. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سمع هذه الآية أبو الدحداح، وقيل أبو طلحة، سواء أبو الدحداح أو أبو طلحة، المهم إنه أحد الصحابة سمع هذه الآية ومباشرة شعر بواجبه: لن تنالوا الخير حتى تنفقوا مما تحبون. فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي عبارة عن حديقة فيها نخل، فيها 600 نخلة، وأنا أقدمها لك يا رسول الله لتقسمها على المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا طلحة، ربح البيع، أرى أن تقسمها في الأقربين. هكذا كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان فعل الصحابي رضي الله عنه عندما اقتلى هذه الآية: لن تنالوا البر. ونحن كذلك لن ننال البر حتى ننفق وحتى نقدم ما يطلبه الله سبحانه وتعالى منا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين من هم يا رب؟
الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله هؤلاء استغفروا، فماذا لهم؟ أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ما أحرانا أن نستمع هذه الآيات فنتبعها لننال الخير في الدنيا وفي الآخرة. الخير ننال في الدنيا سعادة، وننال في الدنيا بر، وننال في الدنيا خير، وننال في الدنيا طاعة أولادنا لنا، وننال في الدنيا أمانة، وننال في الدنيا صدق، وننال في الدنيا ثقة، ننال في الدنيا بركة من الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة سيكون لنا جزاء كبير، جنات تجري من تحتها الأنهار. وأكبر الجزاء النظر إلى وجه الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كم نحن بحاجة يا إخوة ويا أخواتي إلى أن نعود إلى كتاب الله فنتلوه ونتدبره ونخشع ونخضع ونستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، على الله يرفع ما بنا من بأساء ومن لأواء ومن غلاء. وإني داع فأمنوا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.